لماذا لا يصاغ منهج وطني لإنشاء الجيل القادم حتى نبني يعني كافعة خلافات تمام؟ جيد. حقيقة يمكن أكون اليوم أنا في المكان المناسب والزمان المناسب لسبب بسيط كلش. يمكن الشيء اللي ما ذكر بالسي في أنه أنا أقود حملة ضد وزارة التربية صار سنة كاملة. أنا حملة ضد وزارة التربية؟ نعم. ليش؟ ضد وزارة التربية هي بلشت بحملة تعديل المناهج يعني المناهج التعليم الابتدائي ووصلنا بها إلى عموم المناهج، وزائدا بعدين توسع الموضوع إلى مسألة التعليم بمجمله معي الزميلة العزيزة سترانا الحسني. حقيقة سيد العزيز كل ما تفضل به الإخوان هو كلام جميل محترم، لكن أن تدخل في صلب الموضوع وترى المشكلة من الداخل سترى كوارث. أي وزارة التربية يعني نحكي تربية وتعليم ترى مو بس أي لا بس مو أنت احكي لي على احكي لي القاعدة هي وزارة التربية، التعليم هي اللي راح تستلم اللي راح ينتج ليها وزارة التربية، يعني هنا راح تلتزم منتج جاهز. مسألة تكاملية بالضبط، مسألة تكاملية. فإحنا إذا بدينا من وزارة التربية فراح نجي كارثة عظيمة. من ذا حكينا من مسألة المناهج ووضع الأفكار السياسية والأطروحات الدينية، كل من يطرح بكيفه كل ماكو منهج لهذا الموضوع. عملية تغيير المناهج غير مدروسة إطلاقا. اليوم ببساطة كلش المسألة التعليمية عبارة عن سلسلة، يعني هي ليست حلقة واحدة. اليوم وزارة التربية لا تعي ماذا تفعل، السيد وزير التربية لا يعي ما المنصب اللي هو قاعد عليه. أستاذ الفقار حتى لن نركز فقط على موضوعة المناهج رغم خطورتها نعم، ولكن نريد نفتهم بلد موازنته أكثر من 100 مليار ليش ما عنده مدارس مثل البشر؟ سيد العزيز بلد موازنته أكثر من 100 أعطيك موازنة وزارة التربية طين وكرفانات أعطيك موازنة وزارة التربية سعوف 1000 مليار. أي وزارة التربية على مدى 10 سنوات طبلها 60 مليار دولار. 60 مليار دولار زين، 60 مليار دولار تبني قطاع تعليمي من الطراز الأول يوازي ما موجود في فنلندا والدنمارك اللي هم أعلى قطاعين بالعالم. زين هاي الحقيقة. إحنا لحد هذا اليوم المسألة التعليمية بالعراق بمدارس طينية ومدارس كرفانات هاي من ناحية البنى والمنشآت. المعلم لحد هذا اليوم لم يتم تعديل وتهيئ المعلم لأن يكون معلم ناجح، مع العلم أنه معلمنا العراقي معلم ناجح من الطراز الأول. وأنا لهذا اليوم أذكر معلمتي مع الصف الأول آنهم. وأترحم لها، أترحم لها لأنه معلمة كفوءة صنعت من عدي هذا الشخص اللي صنعته هي.